بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا أرض فلسطين، هنا غزة، هنا خان يونس، هنا أرض معن، أرض الشهداء. هنا من جوار مسجد الاستقلال الأندونيسي الكبير نبرق الشعب الأندونيسي بأجمل التحيات والشكر على جهودهم المميزة في وقوفهم مع الشعب الفلسطيني عامة و مع المجاهدين هنا في فلسطين، وخاصة في هذه الحرب. لقد شاهدنا أمام شاشات التلفاز مواقفهم المميزة، وقد دعمونا بدعائهم وأموالهم وجهدهم. نتقدم بالشكر الكبير. نحن هنا في هذا اليوم، يوم النصر، يوم الفتح المبين، يوم من أيام الله، في المعركة المشهورة، معركة سيف القدس، التي سطر المجاهدون هنا في غزة أروع آيات الثبات والتضحية بفضل الله أولا، ثم بفضل الدعاء الصادق من الأمة الإسلامية وخاصة من الأندونيسيين. وقد شاهدنا مواقفهم المميزة، وما زالت مستمرة. نشكرهم على دعمهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يعني يجمعنا بهم في اللي هو القدس، وأن نصلي سويا يوما ما يعني في اللي هو مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحسب أن هذا الوقت قريب جدا جدا بجهودكم، بدعمكم، بدعائكم. نحن إن شاء الله سوف نكون أقرب إلى النصر. وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم وتقدمتم.